نتذكر واحد مره لعبنا في خريبكه مع 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 الجوج وكتعرف الفطور كان حتى شي ستونز لعبنا مع الجوج وفي واحد الحراره اللي 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 مفرطه فكنظن يعني من ديك الربعه بس علينا حتى ديك ستونز ما نقولش لك يعني كتبان لك بحال صايم 3 ايام اخرى مع كعارف مع العياء والماء الواحد ما شاربش الماء وداك الشيء وهادي وليت باغي ندوز الوقت باش ما كان بقيت كندور في الزنقه وكن لا لا والو واش مره كنكب عليا الماء وداك الشيء هاز معايا قرعه ديال الماء ومره كنكب عليها الصراحه يعني بغيت باش ندوز هذيك ربعه السوع اللي كتبانت لي شي 3 ايام مع داك الصهد وداك الشيء وهادي صافي هادشي اللي كاين ولكن كتعرف الصغر وداك الشيء وهادي ضروري ما كيوقعوا طرائف مع مع الاصدقاء وداك الشيء وهادي في رمضان مباركي ما كاين لا طاط ديال لا بطبيعه الحال فانا من الناس اللي كنبغي ناكل الحوت بزاف انا شوف اي حاجه كتحط كناكل ما عنديش مشكل معها ولكن كنفضل ماشي غير في رمضان ماشي غير في رمضان يعني على طول الوقت عزيز علي انني نتناول السمك شكرا لك والحاجه الوحيده هو ما كنظن واحد مده ديال واحد الله يرحم الوالده اللي اول رمضان ما غاديش ندوزو معاها اللي توفات لي هذه 5 شهور هذه فكنظن واحد 36 سنه ديال رمضان فبهذه المناسبه هذه كنطلب لها المغفره وكنطلب المغفره والله يرحم جميع الامهات ديال جميع المسلمين